السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد معاكم محمد عادل. بيتكون من البلازما، خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء، والصفائح الدموية. هو جوهر الحياة، السل اللي من غير ما نعرفش نعيش، حجر الزاوية في صحتنا. النهاردة هنتكلم عن الدم. الدم ده هو عبارة عن مزيج معقد شوية من الخلايا والبروتينات والسوائل اللي بيتكونوا مع بعض عشان يكونوا هذا الشيء. الشيء ده اللي بيخلينا نحافظ على أجسامنا بشكل صحيح وبيخلينا نعرف نعيش في الحياة. الدم ده اللي بيكون من اول خلايا الدم الحمراء اللي بتشيل الاكسجين لحد خلايا الدم البيضاء اللي بتحافظ علينا من اي عدوى خارجيه. بمختصر يعني بتحمينا من العدوى من اي شيء خارجي. الدم ده عباره عن مورد ثمين ومصدر غالبا ما يكون نادر. يعني انت مثلا من خلال تبرعك بالدم انت بيكون لك الفرصه ان انت تحمي شخص او تحافظ على حياه شخص. بيبقى لك الفرصه ان انت تنقذ ارواح كتير تساعد محتاجين اكتر. ده اللي بيكون من اول ضحايا الصدمات لحد مرضى السرطان. يمكن يكون تبرعك بالدم ده له تاثير كبير للحاله اللي انت تبرعت لها بالدم. ده غير ان اختبارات الدم دي بتعتبر اداه مهمه جدا في تشخيص الحالات الطبيه وعلاجها، من اول قياس مستوى الجلوكوز في الدم لحد التهاب الكبد. من خلال اختبارات الدم احنا بنعرف الحاله بتاعتنا عامله ازاي، صحتنا عامله ازاي. اختبارات الدم دي بتوفر لك رؤى اكتر ومدارك اوسع عن حالتك الجسديه، حالتك الداخليه، اصلا حاله الجسم يعني. طبعا انت عارف ان مش كل انواع الدم زي بعض. الدم ده بينقسم لمجموعات مختلفة بتعرف باسم فصائل الدم. طبعا احنا دلوقتي هنخش في موضوع كبير شوية، انا ان شاء الله هحاول ابسطه على قد ما اقدر، وهو موضوع فصائل الدم. فصائل الدم بتشير الى فئات مختلفة من انواع الدم. انواع الدم دي اللي بتتحدد عن طريق وجود مستضادات او عدم وجود مستضادات على السطح بتاع خلايا الدم الحمراء. طبعا عندنا نظام تصنيف الدم الاكثر شيوعا والاكثر شهرة، وهو نظام اسمه نظام ABO. عن طريق النظام ده احنا بنحدد فصيلة دم الشخص. يعني مثلا احنا عندنا اربع انواع لفصائل الدم. عندنا فصيله الدم A B A B و O. احنا بنحدد فصيله دم الشخص عن طريق وجود المستضادين A و B على خلايا الدم الحمراء او على السطح بتاع خلايا الدم الحمراء. يعني بكل بساطه لو كان الشخص عنده مستضادات A على سطح خلايا الدم الحمراء فكده الشخص تبقى فصيله دمه A. لو كان الشخص عنده مستضادات B على سطح خلايا الدم الحمراء فكده هتكون فصيله دمه B. لو كان الشخص عنده المستضادات الخاصة بـ A و B على سطح خلايا الدم الحمراء فكده هتبقى فصيلة دمه A و B. طب لو ما كانش عنده أي مستضادات فكده فصيلة دمه هتبقى O. عندك طبعا غير نظام ABO نظام اسمه RH. نظام RH ده طبعا اللي بيصنف أنواع الدم عن طريق وجود البروتين على السطح بتاع خلايا الدم. ده طبعا النظام اللي بيصنف أنواع الدم عن طريق وجود أو عدم وجود عامل RH. عامل RH ده بيكون عبارة عن بروتين بيكون موجود على سطح خلايا الدم الحمراء. يعني الشخص لو كان عنده على سطح خلايا الدم الحمراء عامل RH فبالتالي نوع دمه هيكون من الفئه الايجابيه، هيكون ايجابي. لو ما كانش عنده عامل RH فكده هيكون سلبي، يعني من الفئه السلبيه. انك تعرف فصيله دمك في ده امر مهم جدا للاغراض الطبيه، بالذات لو كان في حاله طوارئ وان انت فعلا محتاج تتبرع لشخص بدم. واخيرا في النهايه فهم مكونات الدم وفصائل الدم ده هيكون له عامل مؤثر جدا عن اي تبرع انت بتعمله لاي حاله طبيه، خصوصا لو كان الدم ده هو المنقذ الوحيد لحياه الشخص. بس كده نأمل ان انت تكون اتعلمت حاجة جديدة النهاردة. وزي كل مرة شكرا على المشاهدة. سلام.